je suis particulièrement honorée, vraiment honorée. Ce n'est pas un mot de circonstance, pour une fois. الخطاب ديال التطرف على الشبكات ديال والمواقع ديال التواصل الاجتماعي ليس منفصلا عن الجوانب الجيوستراتيجية وعن الصراعات بين أجندات مختلفة في عالمنا، وسوف يكون من الخطأ أن نعتبر أن القضية دينية محضة، في حين أنها كما سلف اعتراكات لجملة من الأجندات، وهذه الأجندات من أجل أن تتحقق تبحث عن حملة، وهؤلاء الحملة للأسف الشديد يتم تصيدهم من خلال هذه المواقع لكي يكونوا في جملتهم شبابا ذوي نيات حسنة، ولكن يتم استقطابهم لسرديات لفهوم للدين ولمقاربات لفهم الواقع وتغيير هذا الواقع تكون لها الآثار المدمرة التي رأيناها. بحكم أن الآن الحلبة الأساسية أصبحت هي الإنترنت، وبحكم كذلك أن الشباب أصبحوا مستهلكين لهذه المضامين في الإنترنت، فإن التحدي الأكبر هو كيف يمكن أن تتم بلورة مضامين لها جاذبيتها، لها أيضا بنائيتها، ولها قدرتها على الإسهام في نقش مهارات لدى هؤلاء الشباب، مهارات يلمسون بطريقة ذاتية أنها نافعة لهم في الحال وفي المآل. هذا هو التحدي الأكبر، ولذلك البعد الإبداعي المتصل بالفهم ثم المتصل بالاقتراح ثم المتصل بالإنجاز وبالإمضاء على أرض الواقع وفي الفضاء الأزرق، هذه كلها أمور تشكل تحديات كان لابد أن يلتئم هذا اللقاء من أجل النظر فيها، النظر في تفاصيلها في طواياها في مساربها للخروج بجملة من التوصيات التي نتغيى بها النفع لبلدنا، النفع لهؤلاء الشركاء الذين قد استدعيناهم للإتيان بتجربتهم، طبعا المملكة المتحدة، لكن أيضا عندنا مساهمين مساهمات من إفريقيا جنوب الصحراء، من بعض الدول الأوروبية الأخرى، والتي إن شاء الله نتمنى أن تكون مسفرة عن مقترحات ناجعة قابلة للإمضاء وقابلة للتقويم وفق المعايير والمؤشرات والمحددات التي وضعناها لقياس مدى إنجازية ونجاعة هذا الملتقى. Sont des produits d'affaires. En tout cas, des produits qui sont bien achalandés.